اسمح لنا وهرجع لحضرتك النقطه دي، بس نشرك معانا في الحوار الاستاذ علي حسن رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط. اهلا بك يا استاذ علي، منورنا. اهلا وسهلا، الله يحفظك استاذ حسام. اهلا بيك وضيفك الكريم الاستاذ أهلاً القدير. اهلا بحضرتك. يعني ساعات قليله تفصلنا عن اعلان عن رئيس جمهوريه مصر العربيه القادم، وحتى وان كانت طبعا توقعات لدى كثيرين، لكن شايف ازاي المشهد مع قرب اعلان النتيجه ونقدر نقيم هذه التجربه الديمقراطيه في سلم الحقيقه طويل بنخطوه حول الشكل الامثل والشكل المناسب للاصلاح السياسي في مصر؟ لسه عندنا خطوات، لكن التجربه المره دي انتهت واحنا على وشك اعلان النتائج، بتنظر ازاي بقى قبل ساعات من اعلان النتيجه؟ بعد 3 ساعات من الان على وجه الدقه سوف يتم الإعلان رسميا عن الفائز برئاسة مصر، ولكن بأكبر أغلبية في تاريخ مصر، وأستطيع أن أقول لك في تاريخ دول العالم، أعلى نسبة تصويت في انتخابات مماثلة في أي استحقاق دستوري على مر تاريخ مصر أو في دول المنطقة أو في دول العالم. دول العالم يعني دي بقى تحددها الهيئة لما نشوف النتائج يعني. لا، الهيئه مش هي اللي هتقول دول العالم يا فندم. دول العالم يتحدد لما تقول الارقام، يعني ان نقدر نقارن في يا فندم فيما يتعلق بالارقام. الارقام طلعنا ما اعلنته الهيئه الوطنيه للانتخابات بصوره رسميه في اليوم الثاني من ان النسبه المئويه لمن ادلوا باصواتهم 45%. اذا في اليوم الثالث قد زاد العدد عن ذلك، فإذا هذا المعدل يمثل نسبة عالية وغير مسبوقة. ولذلك أقول أن الجيل الحالي الذي شارك في هذه الانتخابات أتعب أجيالا بعده. أعتقد أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه النسبة العالية جدا في الحضور. هذه النسبة التي أبهرت العالم وعكست وعيا سياسيا لدى رجل الشارع المصري، وأبرزت قدر ولائه وانتمائه لهذا الوطن الحبيب، ذلك المواطن الذي استشعر أنه الآن وأكثر من أي وقت مضى عليه أن يلتف حول مؤسسات الدولة المصرية، عليه أن يقول نعم لمسيرة التنمية والبناء في مصر، عليه أن يقول أننا نحن أبناء شعب مصر الذين خرجنا لنفوض قيادتنا السياسية و مؤسسات الدولة المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولرفض تهجير الشعب الفلسطيني، ولرفض تصفية قضيته. هذا الشعب الذي خرج في اصطفاف وطني تجسدت في الصفوف الطويلة الممتدة أمام صناديق الاقتراع بمشاركة كل أبناء الشعب المصري بدون استثناء. رأينا المرأة، رأينا كبار السن، رأينا الشباب، رأينا الرجال من كل الأعمار، ذوي الهمم. إذا نظرت إلى أي صف من صفوف العملية الانتخابية تجد أن به مصر، كل مصر، كل فئات وطبقات الشعب المصري. كان في حراك كمان للشباب خاصة في الجامعات، وما أعرفش حضرتك تابعت حركة وأسر الطلاب من أجل مصر، يعني كان في مشهد برضو مختلف في الجامعات المصرية، حضرتك تابعته إزاي؟ المشهد في الجامعات المصرية هو أيضا مشهد نلحظه للمرة الأولى بهذا القدر الكبير من الوعي. لقد كنا منذ قبل نعاني كثيرا ونشكو من عزوف الشباب عن المشاركة في العمليات السياسية. الآن شباب مصر العظيم أكد لنا أن مستقبل مصر بخير بمشاركتهم الواسعة، بل أقول لك ما هو أكثر من ذلك، وجدنا الأطفال في كل بيت بمناسبة الانتخابات الرئاسية. طبعا من المعلوم أنه ليس لهم صوت، يرفعون داخل منازلهم أعلام مصر ويذهبون إلى صناديق ويذهبون أمام مقار اللجان الانتخابية في خلفها على بعد قريب من هذه اللجان في الصفوف مع أهليهم رافعين أعلام مصر. كانت الروح الوطنية وما زالت عالية في كل بيت من بيوت مصر لتقول نعم
للوطن لتقول أننا نعشق تراب هذا الوطن وأنه نفديه وأننا نفديه بأرواحنا، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأننا جميعا يهمنا في المقام الأول الحفاظ على الوطن أولا وأخيرا، وهو أمر لا يحتمل أي خلاف فيما بيننا. نعم. ثم نتفق ونختلف في إطار مجتمع ديمقراطي بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. نعم. بغية الوصول إلى كل ما هو أفضل. طيب أستاذ علي، برضو بالنسبة للمواطن اللي سمعنا دلوقتي، هو إيه اللي المفروض يحصل بعد الإعلان عن النتيجة؟ يعني إيه الخطوات القانونية أو الدستورية اللي هنمشي فيها برضو عشان الناس تفهم معانا إيه اللي هيحصل؟ ننتظر في شهر إبريل القادم يتم أداء اليمين الدستوري للسيد رئيس الجمهورية الذي سيقود سفينة الوطن لست سنوات القادمة. في إبريل؟ في إبريل بإذن الله. طيب فيما يتعلق بإجراءات بقى اللجنة نفسها في عملية الإعلان بتتم إزاي؟ اللجنة بالفعل سوف تقوم بالإعلان عن الهيئة الوطنية للانتخابات، ستعلن عن أولا من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات الذين بلغوا 18 عاما في يوم توجيه الدعوة لجمهور الناخبين. ستحدد عدد الذين أدلوا بأصواتهم خارج مصر والأصوات الصحيحة لهم والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة في الخارج، وكذلك حذف هذا العدد من قاعدة بيانات الناخبين لكي يتباين لنا من لهم حق التصويت في الداخل، وكذلك أعداد من أدلوا بأصواتهم في الداخل لتتضح لنا النسبة المئوية لمن أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات. تحدد لنا أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات الأرقام الصحيحة والأرقام الباطلة، وبالتالي الأرقام التي حصل على عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة، ومن ثم تعلن في ختام المؤتمر الصحفي اسم الفائز برئاسة مصر لمدة ست سنوات القادمة. هل من المفترض يبقى في خطاب بقى للفائز؟ طبعا احنا عارفين ومتوقعين بالفعل في خطاب للمستشار، كلمة سيلقيها المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في ختامها يذكر لنا هذه الأرقام ويعلن اسم الفائز برئاسة مصر بصورة رسمية. يعني تعودنا في المشاهد الانتخابية المفروض بعد أي فوز بيخرج الفائز بيقول أو بيلقي كلمة، وبيخرج كمان المرشحين المختلفين طبعا بيوجهوا كلمات للناخبين واللي وقفوا معاهم في الانتخابات وبيشكروا الجمهور أو بيبدوا ملاحظاتهم. يعني توقعات حضرتك برضو لما بعد إعلان النتيجة بالنسبة للفائز، متوقع طبعا بعموم المصريين وبالنسبة أيضا للحملات الرئاسية الأخرى؟ يعني شوف حضرتك، وطبعا فيما يتعلق بما سيقوله هؤلاء إذا كان هذا أمر يعود إليهم، لكني أقول لك أنه الذي حدث أهم شيء أود ذكره، لم تكن هناك أي طعون أو اعتراضات أو تظلمات فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية، بما يؤكد اعتراف الجميع مثلما شهدت لنا المنظمات الدولية المتابعة للعمليات الانتخابية بنزاهتها وشفافيتها وصحتها، أن مجرد أن أحدا لم يتقدم بأي تظلم أو بأي اعتراض هذا يعني أيضا اعتراف منهم بنزاهة العملية الانتخابية، وأيضا صدرت عنهم تصريحات كثيرة بهذا الشأن. أقول أن المرشحين الأربعة وحملاتهم الانتخابية كانوا عند مستوى المسؤولية الوطنية التي تليق بهذه الانتخابات رفيعة المستوى، وكان الحوار بينهم حوارا محترما، سواء المرشحين أو حملات الانتخابية عرضت البرامج بصورة تتسم بالاحترام والتقدير المتبادل، وأثروا الحياة السياسية بما طرحوه من أفكار وبرامج، لكن التصريحات التي ستصدر عنهم دعنا نترقب
واكيد ان شاء الله سنجد قولا طيبا. طب وفقا للدستور هل يعني طبعا وده جدل دايما بندخل فيه، انا فاكر بعد كل الانتخابات فيما يتعلق بقواعد التغيير بعديها، هل بالضروره بيتم تغيير الحكومه؟ الحكومه هي اللي بتقدم استقالتها او مش شرط زي ما بيقول معظم، ده مش شرط، لكن بالتاكيد في حركه محافظين وفقا للدستور. يعني برضو لو تحطنا في ما المفروض ان يجري بعد ايضا الاعلان عن النتيجه من الناحيه الدستوريه والقانونيه قبل من حتى الاعلان والقانونيه. من الناحيه الدستوريه والقانونيه بعد اداء السيد الرئيس لليمين الدستوريه ننتظر الاجراءات التي سيتم اتخاذها. ما قبل ذلك هو سلطه تقديريه لمن بيده مقادير الامور، شان طبيعي لكن غير الزامي. لكن ننتظر بعد الاداء اليمين الدستوريه للسيد رئيس الجمهوريه في ابريل القادم. يعني يعني ممكن ما يحصلش اي تغييرات وممكن يحصل بس لغايه شهر 4 يعني. نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ علي حسن رئيس مجلس اداره وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا على وجودك معنا.